وللوقوف على تداعيات المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في مستشفى المعمداني في غزة، ينضم إلينا من اسطنبول عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي والفلسطيني أحمد الكومي. حياكم الله أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. يعني ما زالت إسرائيل والكيان الصهيوني مستمرة بالاستهدافات، هناك اليوم 4 ضحايا جدد بينهم 3 نساء وعشرات الإصابات في قصف لمنزل في خان يونس. يعني تواصل هذه الاستهدافات والإصرار على استهداف المدنيين، إلى أي حد يأخذ الأمور إلى التصعيد برأيك؟ يعني هو عمليا ما يجري مستوى أكبر من التصعيد، يعني هذا ما يجري ليس تصعيد ولا يمكن أن نسميه كارثة بالمعنى الحقيقي. ما يجري هو حرب إبادة، وأعتقد أنه المجتمع الدولي والعالم بأكمله بأسره شاهد ما تفعله إسرائيل في الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عمليا حرب إبادة بالمعنى الحقيقي. واستهداف مستشفى المعمداني بالأمس هو يؤكد أن هذه المجزرة كانت مكتملة الأدلة عن طبق إصرار وترصد، لأن سياقات العدوان كانت تشير إلى أن الاحتلال يعني هدد نحو 22 مستشفى ومرفق صحي، واغتال نحو 20 مسعف مع عائلاتهم، وأيضا قام بقصف 23 سيارة إسعاف. بمعنى أنه حتى المجزرة التي تمت بالأمس واهتز لها الشارع العربي والدولي هي كانت عن سبق إصرار وترصد، وهي أيضا كانت مكتملة الأدلة بأن من يقف خلفها هو الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي من الواضح أنه الاحتلال يجر المنطقة بأكملها إلى انفجار قريب إذا ما استمر هذا السلوك التصعيدي ضد شعبنا الفلسطيني. كما ذكرت أستاذ أحمد، يعني حتى السفير الاحتلال الصهيوني السابق لدى الأمم المتحدة صرح قبل أيام أن مستشفيات غزة ستتحول إلى مقابر. السؤال هنا، ما الذي يحاول الاحتلال فعله، خاصة بالتزامن وهذه المجزرة؟ يعني سبقت زيارة بايدن للاحتلال بعدة ساعات. يعني في مجموعة أهداف تريد إسرائيل تحقيقها من هذه المجازر. أولا تريد التغطية على صورة الفشل التي بنيت بها في تاريخ 7 أكتوبر عبر عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية. تريد التغطية على هذا الفشل، تريد إعادة الاعتبار المفقود، تريد ترميم الصورة المتدهورة لها، وأيضا استمرار هذه المعركة والإغال والتوحش في ارتكاب المجازر بحق المدنيين الأبرياء هو يؤشر إلى فشلها أيضا في معركتها مع المقاومة الفلسطينية، وفشلها أيضا في الوصول إلى قيادات المقاومة الفلسطينية، وبالتالي لم يكن أمامها خيار سوى قتل الأبرياء من أجل تصدير صورة أو محاولة إعادة الردع والهروب من أسئلة الفشل. لأنه نتنياهو ومؤسسات العسكرية والأمنية كل القادة الذين عمليا اعترفوا بالفشل في 7 أكتوبر هم الآن مضطرون بالعودة إلى المجتمع الصهيوني لتقديم إجابات على أسئلة الفشل، وبالتالي هم يحاولوا أن يرفعوا فاتورة الدم الفلسطيني من أجل الحصول على صورة انتصار. وأعتقد أنه صمود شعبنا ومقاومته سيفشل هذا المخطط، وبالتالي يريدون استغلال الدعم والغطاء الدولي وعلى رأسه الدعم الأمريكي والغطاء الأمريكي من أجل فرض وقائع يعتقدون أنها يعني ستنتج معادلات جديدة في الصراع العربي الإسرائيلي، لكن باعتقادي يعني استمرار هذا الغطاء والدعم الدولي يعني ينذر بالعديد من باستمرار حالة المجازر. الميدان عمليا يزداد سخونة، السلوك الإسرائيلي لم يتوقف، الوحشية الإسرائيلية لم تتوقف، معنى حتى في ذروة في خضم أو في أثناء المجزرة التي تمت في المستشفى المعمداني بالأمس كانت آلة الحرب الإسرائيلية عمليا تواصل قصفها على قطاع غزة، وإلى الآن الغارات تتواصل على قطاع غزة. من الواضح أنه إسرائيل لم تخرج بعد من حالة الصدمة، هي ما يجري عمليا حالة جنون إسرائيلي وسعار يمكن أن نسميه. اليوم شعبنا الفلسطيني أيضا يدفع فاتورة الصمت العربي حقيقة والدولي على ما يجري على الانتهاكات أو الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. لذلك كل هذه المؤشرات والمعطيات تقول إنه الساعات المقبلة والأيام المقبلة هي يعني تنذر بإمكانية انفجار أكبر للمنطقة في حال لم يكن هناك تحرك عربي ودولي حقيقي لردع إسرائيل. بالتأكيد الميدان مفتوح على كل الاحتمالات، يعني مسألة انزلاق المعركة أو العدوان إلى مواجهة مفتوحة
كل احتمالاته واردة، وأعتقد أن الميدان يزداد سخونة وإسرائيل تزداد وحشية، ولا يوجد أفق لإمكانية أو لا يوجد حقيقة مؤشرات على أن هناك ضغط عربي ودولي حقيقي لردع إسرائيل. بالعكس، اليوم زيارة بايدن جاءت لتتوج هذا الدعم الغطاء الدولي والأمريكي لإسرائيل لمنح الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجزائر من الجرائم، حتى في وجود بايدن الآن وجلوس الآن في هذا الوقت مع مجلس الحرب أو حكومة الحرب، إسرائيل تواصل قصف قطاع غزة وكأنها تؤكد أن هناك غطاء وضوء أخضر أمريكي لاستمرار المجازر لحق شعبي. نعم، إذن كنت ضيفاً عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني أحمد الكومي، شكراً جزيلاً لك.